حبايب فلوقنا اليوم عبارة عن رايحين من هلا حبايب، اليوم احنا رايحين من لوند كوبنهاجن. شنو بيها كوبنهاجن؟ كوبنهاجن بيها تمشي، بيها قهوات، بيها يعني اشياء تتفسح، حركات جميلة. اوه سيوفي، مكاننا بالغلط حبيبي، مكاننا بالغلط. شاور حبيبي، نرجع هيك، نرجع هيك، نرجع اوكي. ها فوفو منا، وهذا فوفو لان الفلوق ما يحلى بدون فوفو منا. حلوة. Water pass full, left the club tipsy. ما ادري قعدنا بيه لان عجبنا، لو لان كتلنا البرد ودخلنا على السريع الاثنين، بس اللحم مو غلط. هذا سنيوي حبيبي، يصير قرايب فوفو حبيبي. وعايش وين؟ عايش انا بيوتسبوري والله، بالسويد. مقرود بالسويد. شنو هالستايل، شنو هاللوك الحلو حبيبي؟ حبيبي تسلم. وراثه مو وراثه، يسق لك وراثه. الله يطيل فانس على السناب شات. بس كتبت انا بالدنمارك دزولنا، ماكو اكو مطعم بالدنمارك دزولنا العنوان مالته. ثانك يو. طرطا 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 طرطا. شباب شوي برستيج، هسه برستيج برستيج. اعيد رد واردح. طرطا 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 طرطا. اوكي، هذا كنا تاكسي. احنا دا نكتشف دنمارك مثل ما انتم دا تشوفوها. اي هذا التاكسي الصحيح. يلا 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 حبيبي، صعدوا صعدوا حبايب. اريدكم شويه هدوء بعد عمو عمو ابو التاكسي. دانس كردي. ها شنو ها شنو حجي؟ ار يو كورد؟ اوكي اوكي بيوتيفول. كان ما اقول هلا عمي. تاكسي لو ديسكو. يابا تاكسي لو شنو؟ التاكسي خوف. هذا شنو؟ هنشوف. خوي هذا مكان يخوف. لا لا، طب طب قدام، طب قدام. أي أنا طب قدام. يا بكرار الحلو ما يقصر. وقفلنا بالشارع حبيبي. كفو من الجواويد. كفو كفو. الله يطيل سناب شات. الله. طبعا اجينا بالمطعم، مطعم لا نعرف ما يعرفونه. وفوفك شوية يحط الأغاني مالته، عشان حاطوا لنا جستن بيبر، جستن طيطي، حطوا لنا رابح صقر. رابح رابح رابح. وين؟ منو قلتكم كوبنهاجن كابة؟ والله أهل كوبنهاجن خجلتونا خجلتونا، يعني ما أقدر أوصف لكم جد خجلتونا منكم، تونا بالواجب وكلكم أجيتوا. والله ما أعرف شكلكم حبايب. شكرا شكرا شكرا. هي صح مدينة فارغة، بس جايتكم لنا كلش فرحتنا، وصح جاية قصيرة وما قدرت أصور لكم كل شيء، بس هسه نصور لكم القطار راجعين إلى مالمو. هذا عمو بوسالي الورد، قام لنا بالواجب. ما تقصر عمو، والله ما تقصر، والله والله تاج الراس، والله ما قصرت. مشكورين. ويقول لك كوبنهاجن كآبة. حبيبي عمو والله ما قصرت، ويا ريت اكو اثنين من عندك والله العظيم. طبعا عمو ما تدرون شنو السالفه، بس
يعني ما قصر. بناته شافني على سناب شات وقال له بابا الحق لؤي بكوبنهاجن، واجا وقام لنا بالواجب وعزمنا. والله ما يقصر ان شاء الله. من تجي دبي نقوم لك بالواجب. والله مبلك حبيبي عم، الله يخليك اخبطكم. تسلم لي، تسلم لي حبيبي. ما يحتاج دنك. اي انا متعود متعود. يا ابو هاي من قطار القطار على مود هاي الجوله الحلوه مع حبيبي ابو سنيو الوالد قلبي ونعسنا الشباب الطيبه. بس ابو سنيو حبيبك لا سيوفي تعال تعال وفوفو ويا هيبه. اهلا بيك اهلا يا هيبه، اهلا بيك اهلا يا هيبه. وين ما تحطوهم يرتحون. واحنا هسه بنص الليل وهاي السفره كلها مشنا مرمجيها. اجوا الشباب قالوا نروح، قلنا لهم نروح، وهي هاي احلى طلعه تصير دائما. نقعد هنا ابو سنيو، شو رايك بفوفو؟ يخبل فوفو. شو راجعين مشي هسه احنا؟ اي راجعين ناكل همبرجر. برجر. الشباب متيهين. الشباب طلع الماكس معزل، لازم بس درايف ثرو، يعني اللي هي لازم نطب السياره. احنا ما عندنا سياره هسه، شنو الحل؟ والله سنجونس بو. ماكدونالدز وسنجونس. اجانا التاكسي وطلع قرايب. يابا ماكس معزل رايحين الماكدونالدز. انتوا شنو التاكسيات باسكندنافيا؟ كلها ردح. ما بعدني هستوني ما تفيدني. خلاص اشتغلت العركه على التاكسي كلها، طلعت شطارتها تريد تدفع. ما تفيدني. ونوبل ابو التاكسي ما يريد، لا مسوي لي فولو على سناب شات. ماكو شيء. شكرا ما قصرت، نشوفك يا ورده. مع السلامه حبيبي. واحلى نهايه اليوم شنو هي؟ ترا تا 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 برجر 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 برجر. والله قعدت اليوم الصبح ونسيت ما نهيت الفلوج، فراح انهي هسه.